السلام عليكم حديث القاهرة هنا القاهرة والناس وها هو حديث القاهرة في أول أيام العام الجديد 2021 وقد كنا قد ودعنا 2020 وقذفناه وقصفناه بالأل كي نعرب عن أي حد وإلى أي درجة وصل بنا مبلغ الغضب والزعل والعتب على عشرين عشرين ها هو مشهد الأولل نكرره في تلك الليلة التي كانت ليلة تكسير الأولل وها نحن في الليلة التالية <applause> بعد ما شفنا بقى الاحتفالات في العالم كله ونقول للناس كلها كل سنه والعالم كله طيبين وبخير ويا رب سنه حلوه على الناس كلها باذن <applause> يارب. الله يارب. ونخلص بقى من 2020 يلا سي... <applause> يا ساتر <applause> <applause> يا شباب يا شباب في واحده مش هتعرف تتكسر لا عايزك تمشي اهو هات لي خساره يا شباب لازم الكسر

في اول ايامها نستطيع ان نقول انه عام جديد لكنه تحت اختبار وامتحان في الجده والجديه والجوده يعني التلاته جيب دي خصوصا انه احنا واحنا بنفتح كده لاول صفحات هذا العام بنمر مشهد نرى منظر ومشهد سكندري في اصله وفصله وله نماذج في غير الاسكندريه في القاهره وغيرها لكن بدا واضحا للغايه وفخورا جدا بنفسه هذا المشهد في الاسكندريه بالامس. ومشهد مزعج ومتعب وموجع رغم انه يبدو مشهد مبهج، ناس بتحتفل براس السنه، لكن في عز كورونا في عز الاجراءات الاحترازيه في تحت ضغط شديد جدا لزحف او صعود الموجه الثانيه على رؤوسنا وعنقنا وقلوبنا وصدورنا بكورونا اذا بالشعب السكندري وشبابه تحديدا له وجهه نظر تانية هنشوفها دلوقتي على كوبري ستانلي اللي هو يعني المعلم الاشهر في كورنيش الاسكندريه فاذا بالاف تتجمع في مشهد تعالوا نشوفه دلوقتي عشان بس نحاول نحلله لانه الموضوع يحتاج تحليل الحقيقه <applause> طبعا لو مشهد احنا ما بنتكلمش عن مات، احنا بنتكلم عن الاف، بنتكلم على شباب معظمه بلا كمامات، اذا ما كانش كله بلا كمامات وفي حالة من حالات الـ الـ الاهتياج السعيد بالعام الجديد ربما وبرحيل العام الماضي صحيح شوية هتافات عن كورونا ناس محمولة على الأعناق بلا معنى كأنها مظاهرة آه غرائبية شوية وطبعا مش شايف أنا أي كمامة في المشهد ولو على سبيل يعني الخطأ مفيش خالص ايه بقى سر اسكندرية؟ إيه انا افهم الألعاب النارية باعتبارها جزء من الفرحة حتى ممكن يعملها واحد مفيش مشكلة في دي انما التجمع اللي من النوع ده والمظاهره الهائله من نوع ده والابتهاج اللي في وقت شديد الخطوره والغرابه يسمح لي ان انا اقول انه في ازمه في الوعي. في ازمه في الوعي العام بطبيعه الحال رغم الخطر يعني اذا لم يعلمك الحريق الفرار منه فما الذي سيعلمك؟ من الذي سيعلمك؟ اذا كان في حريقه في البيت وانت ما جريتش هتناوي تتعلم امتى انه الخطر لما يجي يعني تفاديه تجري منه تركض بعيدا عنه فلما اشوف الحاله دي انا بعتبرها حاله انتحاريه، في روح انتحاريه كده خصوصا اسكندريه محتاجه قرايه دقيقه، انا مش فاهم جامعه اسكندريه كليه الاداب وقسم الاجتماع وقسم علم النفس، يا جماعه الحاجات دي مش مهمه مديريه امن اسكندريه ولا مهمه وزاره الداخليه واللي هو طبعا يعني وزاره الداخليه ومديريه الامن طول الوقت متصورين ومسؤولين عن كل حاجه وعايزين يبقوا مسؤولين عن كل حاجه لكن الحقيقه هم مش مسؤولين عن كل حاجه المشهد ده مشهد اجتماعي بال... يعني المظاهر بتاعته زحامها وصخبها و... واثارها وتداعيها اه هيبقى له اثار امنيه قد يكون له اثار امنيه لكن هو المشهد ده اجتماعي من اساسه وثقافي ازاي شباب بيخرج اولا دي مش دعوه من جهه ما ولا من تنظيم ما ولا من تيار ما وما اقدرش اقول ان دول اخوان بقى خالص ليه لو طلع احنا ورا السنه اخوان ايه سنة؟ اللي احنا ورا السنه اساسا ده يوم الاحتفال اساسا حرام هما والسلفيين اللي مسيطرين على اسكندريه تقريبا هما ياثروا في مظاهرات ضد كورونا ويطلع مظاهره سلفيه ضد كورونا يحشد لها برضو المئات والالاف من شعب اسكندريه فبقت حاجه اسكندريه غريبه كده دي اللي بقول ان محتاج جامعه اسكندريه تحديدا ومراكز البحوث فيها تشتغل على المجتمع وتشوف ايه ده ليه الروح دي ليه مثلا المشهد اللي شفناه امبارح بالليل الافتخار الشديد بالحاله الانتحاريه دي ومعظمهم ان لم يكن كلهم شباب هل ده روح تمرد طيب يا جماعه التمرد هيبقى تمرد على نفسهم على صحتهم يعني هو عندهم حاله غضب وتمرد على السلطه عموما سلطه ابويه سلطه حكوميه طب يعني برضه السؤال هنا تمرد هنا يضرهم هم شخص ده ناس بتشتغل ضد مصلحتها وضد صحتها وضد اهاليها لان اي واحد من دول عنده كورونا في المشهد ده خلاص خلص الموضوع وخصوصا اسكندريه بنتكلم على 18% من مصر من مرضى كورونا في مصر من اسكندريه تحديدا وبنتكلم على استيعاب مستشفيات اسكندريه مستشفيات العزل او المستشفيات الاخرى استيعاب يكاد يصل الى حد متجاوز ال 70 وال في المية فبرضو السؤال هنا ليه الشباب ده بيخرج ليه وانا مش عايز اعاديهم ولا عايز اخصمهم ولا عايز ادينهم انا كدولة انا كمجتمع انا كباحثين انا كمفكرين انا كاعلام مش عايز اودين هؤلاء الشباب انا عايز افهمهم مش عايز اتهمهم انا عايز اتعرف على السبب اللي يخلي الروح الانتحارية دي بالسيادة دي بالانتشار ده بالشرعنه دي بالظهور والزيوع ده يعني لما أبص ادور هل ده فراغ ما هو ده نفس الشباب اللي ما كانوش عايزين امتحانات علشان خاطر انتوا هت عاملين حقل تجارب انتوا بتموتونا الحكومه بتضحي بينا لما نروح الامتحانات دلوقتي وفي كورونا طب وما هو موجودين في, في الاحتفال ده فين الخوف من كورونا في خوف من الامتحانات جايز، انما هنا مفيش خوف من كورونا. المشهد طيب انا انا متفاهم بقول لك متفاهم انه يبقى فيه في رغبه في التمرد غضب مكتوم عايز تعبر عنه حاله من العدميه احتمال وارد شباب مش لاقي شغل، كل حاجه وارده بس انا عايز افهمها عشان احللها ولما احللها اطلع قرارات وسياسات تغير بقى شكل مجتمع السكندري في الموجه الاولانيه طلعوا لنا مظاهره السلفيين وشايلين صوره الك... مجسم للكعبه ومتصورين انه مواجهه كورونا بلا اله الا الله محمد رسول الله. متصورين ده وبرده كان مهزله في العالم كله يعني المشهد. نيجي النهارده ايوه الحكايه شكلها من بره مبهج، ناس بتحتفل براس السنه. بس امتى؟ امتى؟ في عز كورونا؟ في ازمة كورونا والشباب ده بقول لك لا مدفوع بقى بدعوات على الفيسبوك ولا جمعيات تطلع ايه ده كمان ده تداعي كده وظهور تلقائي مرهق على التحليل الحقيقه ومقلق يعني الجهات اللي عايزه تقلق المفروض تقلق الصراحه المفروض تقلق يعني لانه في لحظه كله خرج وكله موجود وفي لحظه خطر زي دي وبالعدد ده و... الخطر ورا ظهره انا فاهم طبعا الروح الانتحاريه دي موجوده في الشعب المصري كله يعني احنا احيانا بنعدي الطريق السريع الصحراوي او الزراعي بطريقه خبر يسوح يعني لو وكالات انباء العالم تصورها وتقدمها تنزل في كل الاخبار ونشرات الدنيا انه شوف ويبقى الكاميرات تقرب وبتاع اللي شوف المواطن وهو بيعدي ولا واحنا كمان ايه مش بس ان احنا بنعدي في طريق و ونعدي كده عربيات معديه وراحوا جايه لا ده احنا كمان بنتكلم في التليفون من عند من بيتكلم في شيء آه متفاهم الروح الانتحاريه دي موجود عند المصريين بيجري ورا الأوتوبيس وينط وهو ماشي اللي بيبقى فوق سطح القطر يعني انما مش مش للدرجه دي ومش ومش بالشكل الجماعي المذهل ده محتاجه دراسه الحقيقه لكن على الجانب الاخر كان في احتفالات هادئه لطيفه في مصر تكاد تكون يعني شوارع ملونه بالاضواء لكن دون هذا الصخب ولا دون هذه المظاهر التي تزعج وتفزع انها تتم في وقت فيه كورونا تعالوا نشوف التقرير ده زي نادي الزمالك في العموم مشيت انا واصحابي اكلنا كلنا ايس كريم صورنا ضحكنا وكده يعني قابلت اصحابي الاول واتفقنا نروح فين وكده قعدنا نلف شويه عشان كل اللي احنا كنا مرتبينه قفل قلنا نغير يعني نروح اي مكان نسهر فيه النهارده بس يا زي ما انت شايف بقى كله قافل بسبب الكورونا يعني اكيد ده النهارده عيد نزلت صحاب عليه مش فارقه اي كتير غير كام حاجه كده فاهم عشان صاحبتي معايا بقى وكذا والله هو زي ما انت عارف الدنيا كلها قفلت والحفلات كلها قفلت والمطاعم كلها قفلت فمش عارفين نعمل ايه فقررنا ننزل انا واصحابنا نتمشى شويه يعني في الجو ده بدل الجو قاعدة في البيت يعني احنا بنتمشى في شوارع مصر تمام ممكن رجلينا تاخدنا مثلا نروح على اي مطعم ناكل فيه كنا مخططين يعني انا واصحابي كنا رايحين نسهر وكده في كافيه كنا بنقعد فيه في الشيخ زايد بس هو اللي حصل ان هو قفل يعني يعني كنا رايحين قال لك هيقفل الساعه 8 او 9 باين اه ده عم بصبها جدا عيد ميلادي لازم أب... لازم ابص طيب من وداع 2020 ولو بالقلل الى ولو بالحاله الانتحاريه بتاعه كوبري ستانلي في اسكندريه الى 2021 في يومه الاول تعالوا نشوف عناوين هذه الحلقه واحلام هذه الحلقه. حديث القاهره الليله مع ابراهيم عيسى. 21 حلم في 2021 طموحات مشروعه نحلم بتحقيقها وسلوكيات مرفوضه نتمنى اختفائها وحوار حصري حول المتغيرات الدوليه بعد كورونا. وتأثيرها على العام الجديد، مع الدكتور مصطفى حجازي في حديث القاهرة. في شوية أخطاء نحو لكن معلش تعدي. المؤكد إن إحنا محتاجين إيه هذا التفاؤل والإشراق والاستبشار والاستشراف للمستقبل يكون روحنا وعجلنا وطنا وطمينا وصلصلنا واحنا بنفكر في عشرين واحد وعشرين خدوا بالكم يجب ان يملك كل منا امنيه ده المنطقي لكن الامنيه لما بتكبر بتبقى حلم والحلم لما يتخطط يبقى هدف فاتمنى ان احنا نقدم في عشرين واحد وعشرين او الى عشرين واحد تلك الامنيات تلك الاحلام كي تصبح اهدافا لنا وبنا جميعا هذا هو الحلم الاول في عشرين واحد وعشرين استجواب برلماني على الهواء مباشره في التلفزيون ده الحلم الاول وقد يندهش البعض. إيه يعني انا مش هقول الأحلام تصاعدي او تنازلي انما هو يبدو بالنسبه لي حلم فارق. ليه؟ ليه يا جماعه؟ احنا البرلمان في الدورة اللي فاتت الخمس سنوات شئنا او ابينا يعني احنا كنا بنتكلم على مرحلة سياسة اجهزة الدولة فيها كانت بتعتقد وبرضه ماليش دعوة بالاعتقاد ده الصائب وسليم ولا يجانبه الصواب وتخالفه السلامة إنما كان الاعتقاد إنه سيب أجهزة الدولة تتصرف تشتغل بقى تنجز على الأرض لا عايزين عطلة ولا عايزين تشويش ولا عايزين مزايدة ولا عايزين حد يطلع في البرلمان يوجع قلبنا بكلمتين ويشوش وعي الناس أو يزعجهم أو يشككهم في إنجازات بتتعمل على الأرض ومشروعات بتتبني على أرض مصر قدام العالم كله إذن فكان في هذه الروح وتلك السياسة طيب عدت الخمس سنوات وبقى عندنا مشروعات على الأرض وبقى في إنشاءات وفي منجزات وفي شغل تستطيع الدولة بقى أنها تقول دلوقتي أنها دولة مستقرة دولة آمنة دولة مقدمة جهد باين للعيان حاجات بقت موجوده عيانا بيانا وممسوكه وملموسه يبقى في اللحظه دي بقى طبيعي جدا ومنطقي وواجب ان يكون حلما وان يتحقق كهدف ان احنا نشوف استجوابات مجلس الشعب الوزراء. خدوا بالكم الخمس سنين اللي فاتوا كان في استجواب وحيد ولم يكن بالمناسبه الاستجوابات ليس بالضروره اطلاقا تنتهي الى سحب ثقه لا من وزير ولا من وزاره ولا اي حاجه خالص. انما هي تؤكد فكره المساءلة والمحاسبة والمشاركة تخلي فيه حيوية في المجتمع مش الدولة أحيانا بتشكي إن الناس مش حاسة باللي بيحصل على الأرض وإن الإعلام مش موصل للناس اللي بيحصل يوصل بمجلس الشعب أو مجلس النواب يوصل بالاستجواب والسؤال والإحاطة والوزير يرد والناس تناقش وكمان بقت في صلابة لا يمكن نقول إن إحنا مجتمعنا دلوقتي سواء المتفق او المختلف المعارض او المؤيد لا يمكن يكون مجتمع دلوقتي بهشاشه الست سنين من ست سنين فاتوا في 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 ارض صلبه فالارض الصلبه دي بقى تستاهل حيويه لانه اولا لما بنعمل لما نسمح بالاستجوابات وبالنقاشات الحره دي هنلاقي ايه اول حاجه الحيويه تاني حاجه مشاركه الشعب في تفاعل حقيقي ساخن و, و وحيوي للغاية في شؤون بلده وما و ومشاكل وحلول مشاكل بلده كمان هتدينا إحساس كبير جدا بانه حصانة عند المواطن ضد التشكيك والشائعات اللي بيسمعها من جهات سواء بقى جهات معادية بالمعنى الحقيقي لكلمة العداء أو فيها درجة من درجات التربص والترصد فلما يسمعوا يوزنوا ويشوفوا إذا كان عندنا ما نقوله من قوة ويعني وجدارة في مناقشة كل الأمور وكل السياسات وكل المشروعات، فضلاً على صورة مصر كمان لأنه صورة مصر بره في الإعلام وفي المجتمع الدولي ليست صورة طيبة. صورة فيها سلبيات فيها صورة سلبية تنفيها ويعني وت وتحذفها وتعدل منها إن إحنا يبقى عندنا المشهد الحيوي ده في نقاشاتنا وفي سياساتنا وفي برلماننا خصوصا انه حتى البرلمان المفروض انه نوابه نوابه يعني قائمه تكاد تكون اجمعت عليها كل الاحزاب اجهزه الدوله ما اذا ما كانش شاركت في اختيار القوائم دي والاسماء دي اذا احنا قلقانين من ايه؟ يبقى حلم من الاحلام المهمه هو الحلم الاول طيب امال الحلم الثاني ايه؟ الحلم الثاني. ان نشاهد علماء على شاشه التلفزيون والسينما في الدراما، دراما تلفزيونيه سينمائيه تقدم لنا علماء نتوقف بقى بالتأمل ونهدى شويه في التعامل مع انه كل ابطالنا اللي بنقدمهم من التاريخ ابطال يعني في الفتوحات والغزوات الاسلاميه ابطال حربيين ابطال ماشي يعني وقد قدمنا هذا كثيرا كان محتاجين بقى ان احنا نقدم علمائنا علمائنا وخدوا بالكم الفن مهم للغايه والدراما مهمه للغايه في الوصول للناس يعني ده لغايه عشر سنين فاتوا كان درس صلاح الدين في منهج التاريخ منشور فيه صوره صلاح احمد مظهر كانه صلاح الدين ومكتوب فيه قصه عيسى العوام مع انها قصه وهميه طبعا قصه مش حقيقيه دي قصه في الفيلم بس فشوف الفيلم اثر قد ايه وغيره من الافلام فاحنا محتاجين ان احنا نقدم علمائنا على الشاشه سواء علمائنا في الحضاره الاسلاميه او علمائنا وصناعنا من المصريين العظام لو احنا عايزين نتكلم على اللي يتقدموا على الشاشه كثيرين للغايه واسماء كمان وحياتها مليانه دراما دكتور علي ابراهيم الراجل اللي اسس تقريبا نقابه الاطباء واللي اكتشف فيروسات واللي حارب وباءات عندنا طلعت حرب بكل عظمته كرجل اقتصادي وبناء وصانع عظيم لمصر الاقتصاديه ودراما رهيبه في تاريخه وفي حياته عندنا الشبراويشي اللي هو اول من ادخل العطور والروائح في مصر كرجل صناعه وبرضه قصه كفاح مدهشه وفيها دراما مش بس قصه كفاح كده تعبر بشكل عادي عندنا حتى لو انت عايز دراما فيها علماء لكن كمان فيها بوليسيه واثاره ما عندك يحيى المشاد دكتور يحيى المشاد عالم الذره المصري العظيم اللي اختلته الموساد وعندنا أستاذنا عادل حمودة كاتبنا الصحفي الكبير وأستاذنا عامل كتاب عن دكتور يحيى المشهد أي سيناريست يحلم بيه. عندنا دكتورة سميرة موسى نفس الحكاية العالمة في الذرة. إحنا ده إحنا حتى عندنا زمان كنا عاملين مسلسل مش إنتاج مصري بطولة الأستاذ محمود ياسين نجمنا العظيم الراحل فيلم مسلسل عن ابن سينا. طب حتى نعيده يعني نشوفه تاني يعني احنا قصاد لحظة محتاجين يبقى في عشرين واحد وعشرين مش مهم في رمضان والدنيا ما وقفتش عند رمضان لو الحين عظيم بس لو الحيناء برمضان اللي بعده انما يبقى على مدى السنة كلها علماءنا دول على الشاشة عشان نقول للناس العلم والعقل وبعد كورونا وبعد اللي حصل كمان من يعني انتظار لقاح وانتظار الاطباء يعملوا ايه وانتظار العلماء بيعملوا اللقاح امتى ويظهر امتى، كمان لسه مش واخدين بالنا من اهميه العلم؟ نحتاج هؤلاء العلماء على الشاشه فورا كي يكونوا هؤلاء هم النماذج والقدوه والسبيل والهدف لاجيال قادمه تتربى وجدانيا على اهميه العلم والعلماء وعظمة أن تكون عالما وسعي وحلم أن تكون عالما الحلم الثالث إنصاف الألعاب الفردية التي تصنع التاريخ الرياضي خدوا بالكم في الأولمبيات في الدورات الأولمبية اللي بيكسب الميداليات الذهب في مصر والفضة وحتى البرونز ابطالنا الفرديون الالعاب الفرديه اللي بيقوم بيها واحد بس اشتغلها واحد بمدربه دول هما اللي يعني بيبدعوا في انجازاتنا الرياضيه وبطولاتنا الرياضيه مش الفرع الجماعيه ولا بالذات كره القدم اللي بيبذل فيها او عليها المليارات يمكن ده طبيعه مصريه انه احنا بنعرف ننجز كفرد وعندنا مشكله في العمل الجماعي المنظم مشكله بجد. طيب فين احنا بقى من الالعاب الفرديه دي؟ فين احنا من باسم امين؟ بطل الشطرنج المصري اللي رقم 33 على العالم من بين اهم 100 لاعب شطرنج في العالم. بطل افريقيا، بطل العرب، بطل البحر المتوسط الدولة مش موفراله مدرب مش موفراله إداري يحجز له تذاكره ويشتغل على إجراءاته الإدارية. البطل ده ليس له راعي بيصرف على نفسه. ففين ده؟ ده منتخب الشطرنج في مصر كله ملوش مدرب، مهزلة مهزلة بكل المقاييس. برضه يعني الوزارة اللي شغلة نفسها وزارة الشؤون نفسها بي يعني عقود اللعيبة كرة القدم في مصر يا ريت تاخد بالها من يعني ما هو أهم وأجدى وأرخص في الإنفاق وأعظم في الأثر والنتيجة خلينا ناخد بالنا نهتم نشوف حتى بجرامي ميار شريف ميارة شريف وجيانا فاروق بتاعت الكاراتيه وفريدة عثمان في, في السباحة هم دول الابطال الحقيقيين اللي المفروض ننتبه لهم ونصرف عليهم ونهتم بيهم ونحتفي بيهم ونقدمهم و2021 وعشرين وعشرين لازم تكون عامره بهم وان احنا بقى ما من نبطل ننشغل انشغالات فارغه في هؤلاء الفارغين هذا حلم لكن الحلم الرابع قادم يلا الحلم الرابع ولعله صاحب صله وذي صله وعلاقه بالحلم الثالث الحلم الرابع هو انقذنا من منظومه الفساد الرياضي في مصر وهي منظومه شرسه رهيبه حاكمه ومتحكمه وقادره على تحويل الرياضه الى مناط للتربح وللثروه وللتكسب واحتمال كمان للرشوة والهدايا وبدت وكأنها هي القاعدة في حياتنا. طبعا أنا بقول لك أنا مقدر إنه في فساد في الفيفا وفساد في يعني في اتحادات العالم وكل حاجة رياضية وخصوصا في كرة القدم يعني متعطنة بفسادها في العالم كله. لكن في مكاشفة للفساد دي وفي محاربة له وفي طرد لهؤلاء الذين يعني أداروا عمليات الفساد. وفي اعلان لذلك ايضا انما اللي بيحصل في منظومه الفساد الرياضي يحصل التواطؤ مع الفاسدين او مع مظاهر الفساد بل وتحصينهم وحمايتهم فنلاقي نفسنا قصاد مشهد اعاده تدوير الفساد في الحياه الرياضيه المصريه وفي الانديه المصريه منذ سنين وتعظيم هؤلاء كمان وتقديمهم كرموز ويعني ونجوم وشيء رهيب وده بيخلي كرة القدم في مصر نفسها وربما نعول على اللجنة الثلاثية الحالية وعلى برئاسة الكابتن أحمد مجاهد وعلى الانتخابات القادمة أنها تبقى انتخابات حرة نزيهة لاتحاد كورة يعدل لنا المنظومة دي ويطلع لنا منظومة عدالة رياضية عدالة كروية لأنه المشهد الموجود ده غائب عنه العدالة الكروية من كل حاجه، غايب عنه العداله في الاعلام الرياضي، وغايب عنه العداله في الاداره الرياضيه، وغايب عنه العداله في المجالس المسؤوله، وغايب عنه العداله حتى على النجيل الاخضر، فيصح ان احنا كمان نستعيد مع ده مشهدنا المصري الاقدم شويه، لما كانت انديه شعبيه في مصر مش انديه شركات، يا جماعه اي شركات عايزه تعمل كوره، اي راسمالي عايز يستثمر في الكرة ده شيء عظيم جدا ورائع ولابد أن نساعد على ذلك فورا ونأيده بقوة جدا وهو ده المستقبل بمناسبة قولا واحدا لكن ما يستثمر في الأندية اللي موجودة زي ما موجود في الدوري الإنجليزي مثلا بيروحوا يشتروا النادي اللي موجود فأنت عندك عند عندك طنطا المنصورة الشرقية اللي هي الزقازيق يعني بس منتق فريق الشرقية السويس اللي هو منتخب السويس المانيا اسيوط عندك شبين الكوم ده منهور فين دولة من الدوري طول الوقت امكانياتهم لا تسمح وطول الوقت مقموعين ماليا واداريا وفنيا على الصعود والتواجد رغم ان المفروض دول بقى في سيبك من كورونا واللي ما فيش جمهور في الم في الاستادات والملاعب لانه هيبقى فيه باذن الله بعد زوال هذه الغمه يعني لكن في المحصله دول بقى اصحاب الجماهيرية يا اخي ده مفيش قريه في الـ في الـ ولا بلده في الدوري الانجليزي آآ آآ ملهاش جمهور فرقتها لها جمهور مهم جدا ومتحمس جدا وتشوف ده في الدوري الاسباني والدوري الالماني وهو ملهاش دعوه مين ياخد الدوري ومين ما ياخدش دعوه بجمهور المدينه وجو والبلده دي او المحافظه دي انت ما عندكش كده خالص في مصر ولا عايز تبذل مجهود ده كمنظومه رياضيه مش عايز يبقى في مصري وبرسا و... و... واسماعيلي واتحاد تاني او محله تاني عايز تقول الوقت بقينا ليه بقى لان القصه قصه تربح ومكاسب وفلوس داخله من جيوب داخله على جيوب تانية ونعدين في نفس الترابيزه الجيب بيطلع فلوس من الجيب ده يدخلها في الجيب اللي جنبه او ياخد من اللي جنبه فالقصه منظومه الفساد مش هتطلع اكتر من مش هتطلع قماش هتطلع فتائل من الفساد اللي احنا شايفينه الصح ان احنا نستعيد مره اخرى يعني وسط رياضي منظومه رياضيه قائمه على العداله وقائمه على الجماهيريه والشعبيه وتمثيل مجتمعنا المصري بكل محافظاته وبكل جماهيره في كل مكان فيك يا مصر لا تكون يعني بطولات قائمه على نص الدوري او اكثر من نص الدوري شركات بلا جمهور اصلا بفلوس انما بلا جمهور خلينا بقى نذهب الى فاصل وبعده هقدم لكم الحلم الخامس لانه حلم احلم يا صاحبي يلا بينا إذا 21 حلما ل 2021، هل يمكن أن نحقق هذه الأحلام؟ هل يمكن أن تتحول من أمنيات إلى أحلام إلى هدف؟ هدف! أهداف! نحققها نستطيع أن نقول أن 2021 سوف يحمل في طياته وأيامه وساعاته وقراراته وسياساته. هذه الأحلام وقد تحققت. من المجتمع ومن الدولة معا لعل وعسى يا رب لكننا لسه في بداية الاحلام احنا لسه في الحلم الخامس الحلم الخامس اما الحلم الخامس فهو ان البعض لا يذهب الى محكمة الاسرة الحقيقه في رقم مرعب مرعب يعني من المفروض ان يبث فينا الفزع والرعب فعلا وهو انه في مليون قضيه سنويا في محكمه الاسره احوال الشخصيه سابقة محكمه الشرعيه سابقا سابقا مليون قضيه سنويا ازواج وزوجات بيتخانقوا في مليون قضيه كل سنة خد بالك انه المعدل او نسبة او عدد بقى رقم حالات الطلاق في مصر سنويا او في السنة الاخيرة 2019 تحديدا الاحصائية يعني لسه 2020 هتصدر اكيد احصائيتها قريبا طلاق وخلع 200 الف نسبة الطلاق في مصر بقت 40% من الزيجات ارقام مرعبه بتقول انه في خلل اجتماعي في مشكله كبيره في الاختيار الخاطئ والانفصال الخاطئ كمان يعني انت مش بس بتختار غلط لا ده انت كمان بتنفصل غلط كمية الطلاقات حالات الطلاق اللي بعد السنة الاولى يعني وكأن جيلا قرر ان يطلق الرصاصة على نفسه حط مسدس في بقه وموت نفسه ده معناه ايه معناه خلل شديد للغايه انا دايما اقول يا جماعه ان الطلاق الناجح افضل من الزواج الفاشل لانه واضح كمان انه مش يعني مش عارفين نتجوز ومش عارفين نطلق في درجه زي ما فيه درجه من التسرع والاختيار الخاطئ وعدم الانضباط في اختيار شريك العمر وما الى ذلك واستسهال واستخفاف بفكره الارتباط والشراكه كمان بقى فيه عدوان غريب وكراهية غريبة غريبة بشكل مبالغ فيه كمان اتحول الخلاف الطلاق الى عدوان وعنف وحقد وصراعات وتوصل كمان للمحاكم انا مش خيالي علشان اقول انه 2021 حالات الطلاق تقل ده ممكن تزيد نتيجة حبسة كورونا دي وضغوط كورونا لكن على الاقل املي حلمي في وعشرين ان الناس تعرف تضب يعني تدير اختلافاتها ان الناس تعرف تعمل طلاق ناجح طالما ما عرفتش تعمل زواج فاشل يعني فيعني نحاول ان احنا ننتقل من من الحاله دي حاله الاحتكام الى محكمه الاسره الى حد ده هم بيشكوا انه في اجازات كتيره في محكمه الاسره وكمان مع كورونا ف بقت الامور منضغطه جدا ومضغوطه للغايه فبقى التفاقم المشاكل أكثر واستمرارها اعلى وعدوانها اكثر ضراوه لا يا جماعه محتاجين يتحول بالفعل من امنيه الى حلم الى هدف ان البعض لا يذهب في 2020 الى محكمه الاسره طلق في البيت <applause> ده مش لدرجه محكمه الاسره الى الحلم السادس يكن حلمنا الثالث هو عام واحد وعشرين مواجهة للتنمر يبقى عام مواجهة التنمر من الحاجات العظيمة اللي حصلت قانون والتعديل الخاص بمكافحة التنمر وده شيء الحقيقة يعني ممتاز لكن محتاج بقى تطبيق فعال وحقيقي مش بس التطبيق القانون تطبيق الثقافة اللي في مواجهة التنمر ليه؟ لانه لما لقى الاحصائيه ان 70% من اطفالنا ما بين 13 الى 16 سنه تعرضوا للتنمر يبقى بقى انت بتربي اجيال ايها المجتمع المصري تاكل في بعض اجيال تاكل في بعض اجيال بالمناسبه اذا كان دلوقتي 70% من الاطفال بيعانوا من التنمر وعندك 40% طلاق استنى بقى. استنى لو الامور مشيت كده بالتنمر هنوصل ل 90% طلاق ليه الناس قايمه مع بعض على العدوان والتهكم وال... والعنصريه والتعالي والاستعلاء والسخريه من اللون ومن الجنس ومن الدين و... ايه ده ايه ده ايه ده عشان كده الموضوع محتاج اهتمام اكبر ووعي للمجتمع اكبر جدا ومجتمع للاجهزه التي بتدير عقولنا لانه الحياه العقول هنا يعني أهم بكتير أوي 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 بما إحنا نعتقد إنها مهمة، إزاي؟ يعني في الكورة التنمر في المعلق هو المعلق اللي هو بيفكر إنه بيقول هزار وعايز يبقى ترند يعني ده متنمر ده متنمر بيتنمر على لعيب الفريقين أو على لعيب الخصم أو على السخرية والتنمر ده بيولد جوه اللي قاعد يسمع قبول بيه وممارسة له في الكوره في الفن في الفن لما تلاقي مشاهد في مسلسلات و وافلام متنمره على المريض النفسي متنمره على الشاب اللي ال البشره الداكنه او الشابه البشره الداكنه ايه ده على ال على القزم تنمر شوف جيب انت اي عمل سينمائي او تلفزيوني وانا اطلع لك منه خمسين مشهد تنمر لو بنتكلم على مسلسل 30 حلقه يعني ده لازم نوعى نوع, نوع, نوع له البرامج نفس الحكاية حتى اللي بيعمل نكت احنا طبعا ده غير وسائل التواصل الاجتماعي وغير بقى انه في استباحة التنمر على المرأة على الاقليات على الاطفال على اللون على الجنس هذا امر صحيح انه الدولة مشكورة استجابت لكل المواثيق والقواعد يعني الدولية فيما يخص مواجهة التنمر و... واستجابت حتى لمطالب اليونيسف فيما يخص التنمر ضد الاطفال وعمل التعديلات وعمل قانون مكافحه تنمر لكن المفروض بقى انه قائمين على الامر وفضلا على مالكي بوابات البلد خدوا بالكم احنا عندنا في, في نظريه قديمه في الاعلام كده اسمها حراسة بوابات حراسة بوابات دول اللي هم بيقفوا ع... قبل ما تدخل المعلومه فيمنعوها او بيوقفوا قبل ما يخش الفكره فبيمنعوها او ياخدوها ويدوها للي وراه البوابه بطريقه مختلفه. مطلوب بقى ده مثلا حراس البوابات ده المدرس حارس بوابه بوابه معرفه ومعلومات رجل الدين والشيخ والواعظ حارس برضه بواب. حارس بوابه الصحفي والاعلامي حارس بوابه السياسي حارس بوابه الظابط حارس بوابه فاحنا عايزين كل حراس البوابات دول يعرفوا ان التنمر يبقوا حساسين جدا تجاهه ولا بأس من احنا نتشدد بشكل مبالغ فيه فيما يخص التنمر على بال ما الناس تفهم التنمر ونبدأ نتعامل معاه بطريقة أهدى إنما هذا العام أتصور أن يكون من أمنياتنا من أحلامنا من أهدافنا أن يكون عاما لمواجهة التنمر أما الحلم السابع فهو الحلم السابع هو إعادة الاعتبار للمعلم المصري للمدرس المصري مصر اللي فيها مليون و ألف مدرس معلم في مراحل التعليم المختلفة من أول التعليم ما قبل الابتدائي إلى الإعلام إلى الـ الـ ما قبل الجامعي عندنا مليون و ألف مدرس منهم المدرسات اكتر المعلمات اكتر 608 الف معلمه و860 المعلمين 409 الف مدرس و913 عندنا مليون و18 الف مدرس ومدرسه او بالمعنى الادق مدرسه ومدرس هل وقفنا لهم تبديلا فاكرين احمد شوقي امير الشعراء العظيم بيت الشعر اللي موجود تقريبا في كل مدرسه مكتوب بخط نسخة أو بخط رقعة ومحطوط على الحيطة في مدخل أو في ممر أو في كل دور أو في فصل قفل المعلم وفيه التبجيلة كاد المعلم أن يكون رسولا قفل المعلم يعني واقف احترم يعني احترمه وفيه التبجيلة يعني وفيه التبجيل والتقدير وده ما ده ما كانش بيخاطب احمد شوقي ما كانش بيخاطب الطلبه والتلاميذ انهم يقفوا لما المدرس يدخل وكان بيخاطب المجتمع انه يقف مش بمعنى حتى الوقوف من على الكرسي يعني بل الوقوف بمعنى التنبه والاهتمام والعنايه والرعايه والاحترام والتقدير والتبديل كاد المعلم ان يكون رسولا فعلا وما تقعدوش تختصروا المدرسين في مصر المليون و18000 يقول لك بتوع دروس الخصوصيه والسناتر كم يعني بتوع دروس الخصوصيه والسناتر كم كم واحد تفتكروا كام تفتكروا كم واحدة كم مدرسة في ال 608 ألف معلمة بتدي دروس خصوصية؟ أكاد أقطع منهم أقل من ألف بال 608 ألف أقل من ألف بكثير لما نتكلم على المدرسين لأنهم هم الأغلب بما مدرسين دروس خصوصية رجال يعني 409 ألف مدرس ماشي كام واحد فيهم بيدوا دروس يعني؟ في 25 مليون طالب في مصر كم واحد بيدي فيهم دروس بقى طلبة مدرسين كم واحد يعني احنا عندنا مدرس لكل 25 طالب 409 ألف مدرس دول هتلاقي منهم مثلا 2000 بالكتير قوي 3 يا سيدي 5 5000 خمس مدرس بيدوا دروس خصوصيه و و403 ألف التانيين بيعملوا ايه ولا حاجة ولا حاجه المرتب بالعافيه بالعافيه ما تقعدوش تعاملوا مدرسين مصر على اللي, اللي ما يجوش المية من المدرسين بدون دروس خصوصيه زي ما بنعامل الاطباء على الم... الاطباء اللي هم الفيزا بتاع الفيزا بتاعتهم بتاع ب 500 جنيه ب 1000 جنيه دول كام برضه واحد كام واحد يعني من من اطباء مصر طيب انا بقول كده ليه بقى عشان لما قفل المعلم وفي التبجيلة نعرف ان التعليم معلم خلصت ازاي ومناهج والمدارس والتكنولوجيا والتعليم عن بعد والتعليم عن قرب انا بقول لحضرتك في العالم كله مش عندنا التعليم معلم معلم او معلمة طبعا يعني شخص المعلم تأهيل المعلم فهم المعلم رؤية المعلم ثقافة المعلم تربوية المعلم هي اللي بتعمل التعليم يكشي يجيب أعظم منهج في الدنيا وأعظم وسائل في الدنيا وأعظم فصل في الدنيا وأعظم سبورة إلكترونية في الدنيا تكلمها تكتب <applause> ولا تفرق في غياب المعلم الكفء المؤهل هتقولي ما احنا عندنا أكاديمية المعلم هقولك عندنا على الورق عندنا كل حاجة على الورق عندنا على فكرة بس فاعلية ده هو ده السؤال ثم هنقول احنا زودنا فعلا مرتبات المدرسين صح على الورق برضو زاد الطبع بس ايه قياسا الى ايه قياسا الى ايه يعني اجر المدرس سيق ما احنا قلنا بقى ن يعني نهدي نفسنا شوية في موضوع دروس خصوصية دول خمسة في المية ان ما كانش اقل بقية المليون بقى اللي هو 950 الف مدرس رواتبهم بقياسا لموظفي الدوله او للعاملين في قطاع الخاص اخبارهم ايه؟ مهدره ضيعه ضيعه فتطوير التعليم تحديث التعليم تقدم التعليم يبدا بالمعلم معلمة وتطوير ومؤهل المعلم وتاهيله يبدا براتبه اللي هو المفروض يبقى أولوية رقم واحد هل يمكن لهذا الحلم أن يتحقق في عشرين واحد وعشرين هل يمكن أن ينتقل من الوعد إلى العهد إلى العقد إلى التحقق لعل وعسى إلى الحلم الثامن الحلم الثامن بمناسبة برضو التعليم أن ندرس التاريخ والثقافة المسيحية القبطية في مناهج المواد الاجتماعية واللغة العربية في مناهج التعليم المصري التي تخلو تقريبا من إشارات واضحة ودراسات كافية ودروس وافية وافية عن الثقافة والتاريخ القبطي الممتد العظيم في مصر ما عدا بعض الاشارات العابره عن الرهبنة في مصر والرهبان بعض الأديرة مشاركات ثورة 19 عنصري الأمة والحاجات أفلام حسن الإمام العظيمة دي مش على, مش على سبيل السخرية على سبيل العظمة فعلا توصيف الأفلام دي منها عظيمة ما قدمته عن ثوره 19 من مشاهد وحده وطنيه ومشاركه المصريين مسلمين واقباطا يعني. لكن مفيش. خالص. خالص يعني خالص. احنا قصاد جفاف وتصحر فيما يخص الثقافه المسيحيه القبطيه التاريخ المصري القبطي او الثقافه المسيحيه في المواد الاجتماعيه وفي اللغه العربيه. ما فيش الا اللمم وهذا امر لا يمكن ان احنا نتجاهله ونغفله ونتغافل عنه ولا ان نحلم به هيا بنا نحلم لعشرين واحد وعشرين لعل الحلم الثامن هذا يتحقق ونذهب به الى الحلم التاسع الحلم التاسع أن نحترم كل لا بعض نحترم كل نلتزم بكل المواثيق والمعاهدات الدولية التي وقعتها مصر والتي ينص الدستور في المادة 93 منه على احترام هذه المعاهدات واعتبارها بقوة القانون متى صدقت عليها مصر هذه المعاهدات والاتفاقيات تشمل اتفاقيات بقى اقتصادية وتشمل اتفاقيات سياسية وتشمل اتفاقات سيادية على الحدود وغيرها تشمل اتفاقات ثقافية تشمل اتفاقات ومعاهدات ومواثيق حقوق إنسان وحرية تعبير المطلوب أن نحلم معا جميعا كلنا بان نتعامل مع هذه الالتزامات المصريه الدوليه على قدم واحد من المساواه كاسنان المشط المعاهدات والمواثيق كاسنان المشط نطبقها جميعا بالالتزام نفسه بالاحترام نفسه بالتقدير نفسه لا ان ناخذ بعضا ونترك بعضا الى الحلم العاشر الحلم العاشر هو القضاء على ظاهرة الختان في مصر وعلى التحرش في مصر. كما نجحنا تقريبا يعني بنسبة هائلة ومدهشة في القضاء على فيروس سي لما بقى إرادة الدولة واضحة وإرادة الحكومة واضحة والخطة واضحة والقرار واضح احنا نجحنا نجاح مبهر في القضاء او اوشكنا على النجاح التام المطلق او ربما نعلن مصر خلاته من فيروس سي خلال ايام او ربما اعلنا ذلك فعلا طب نقدر نعمل ده ازاي مع الختان والتحرش هنا المشكل ان فيروس سي في الدم مرض يمكن علاجه في الدم الختان والتحرش مرض في الدماغ في الثقافه في الوعي وهنا الصعوبة الأكبر. تقدر الدولة تقول أنا هحارب فيروس سي وهقضي عليه، هقضي عليه يعني هقضي عليه. فتقضي عليه. إنما لما الدولة تقول أنا هحارب الختان مش عارفة تقضي عليه. منتشر حتى الآن ختان البنات منتشر وعايز أقول لكم إنه المشكل إيه؟ المشكل لما في ختان العقول على فكرة. ختان العقول يؤدي الى ظاهره الختان لما العقول تهاجم وتغذى و... ويختن منها الوعي والمنطق والعلم والدين بتلاقي نفسك قصاد المشهد ده الدين بيقول لا يرفض الختان ولا يقره ولا يطلب به ولا يحله على الاطلاق المذاهب كلها سيبك من البدو بقى البدو البداوه دي قصه تانية غير الدين العلم كل الكلام الفارغ والهراء التافه اللي كان بتقوله جدتنا واجدادنا زمان عن الختان البنات هراء تافه لا علم فيه ولا علم له امال ايه لما تجيب العقل لا يمكن بأي حال من الأحوال بناءً على الدراسات والحكايات والدنيا وتجاربنا تقول الختان ده له أي فائدة من أي نوع، لكن هو ليه محشور في الدماغ كده؟ ليه مش عارفين نقضي عليه؟ ليه رغم القوانين ورغم الدعاوى القضائية ورغم المحاسبات ورغم المساءلات النيابية وغيرها للمتهمين بإجراء وال... مش عارفين نواجهه؟ مش عارفين نقضي عليه، زي التحرش. ليه مش عارفين نواجه التحرش الجنسي ونقدر ممكن تكون النسب بتقل شيء عظيم بس مش قادرين نقضي عليه ليه؟ ليه السؤال ليه؟ عايز الحل الحل الباتر انا بقول لك باتر لانه يعني ده اللي متجرب بره وده اللي نجح زي حكايه اللقاح بره اتعالجوا بالانسولين احنا جبنا الانسولين اتعالجنا بيه خلاص السكر تاخد الانسولين لا احنا اللي اكتشفناه ولا احنا اللي اخترعناه ولا حاجه بره قال لك الانسولين هو اللي بيعالج السكر جبنا الانسولين عالج السكر الاسبرين بيعالج الايه الصداع جبنا الاسبرين بيعالج الصداع طيب يبقى دلوقتي واحنا زمان كنا يعني ايام بقى الحضاره العربيه والطب والحاجات دي كنا ممكن نقول للانسانيه حاجات انما دلوقتي احنا ما بنقولش احنا بناخد بس منها هم تقدموا ازاي ما هو تتقدم ازاي هم عالجوا السكر ازاي بتعالج زيه ولك انسولين انسولين لقاح بتجيب اللقاح طيب نعالج يعني بقى ايه اللقاح بتاع التحرش الجنسي في مصر والختان؟ الثقافه الجنسيه على طول تدرس تربيه جنسيه في المدارس. الكتب يبقى فيها تربيه جنسيه والمعلم او المعلمه ال 800000 او 400000 يدرسوا الجنس في المدارس. مش ساعه الجهاز التناسلي اهو ومكسوفين وما يجيش في الامتحان الجهاز الترسل ايه مكسوف ايه الخجل ده ايه الخجل اللي بودينا في داهيه ده يقول لك لا حقيقه في العلم لا حقيقه في العلم ايه ده في مياصه في العلم ايوه ندرس ثقافه جنسيه بتقول لك وعيالنا يدرسوا ثقافه جنسيه النبي تتلهي بجد والله العظيم تتلهي عيالك يا اخوات بيفتحوا النت وكله على النت بيفتح اي منصه دلوقتي يتفرج عليها على اليوتيوب اللي عايز يعرفه يعرفه واللي عايز يشوفه يشوفه, يشوفه. الافضل انك انت تقنن الكلام ده وتعمله بشكل علمي اكاديمي محترم ويتقال في يعني محفل علمي في انك قاعد في المدرسه في الفصل وبتدي ثقافه جنسيه للولاد والبنات فيتربوا صح بدل التشوهات والتشوشات والحاله الشائهه المائعه الضائعه اللي احنا فيها اللي ماديه انه السائحات بيكتبوا تحذيرات او في في الارشاد السياحي في تحذيرات من التحرش بيكي في مصر حاجه يعني مقلقه عشان كده لازم يبقى حلم يبقى امنيه وحلم وهدف واستراتيجيه تعالوا نروح بقى للحلم ال11 الحلم الحداشر 11 خطبة جمعة تجمع ولا تفرق تبني ولا تهدم خطبة جمعة نسمع فيها قيم مش نسمع فيها غضب أنا بنزعج جدا وبتألم حقيقي بتألم لما بسمع دعاء بيقولوا بعض الوعظ بالمناسبة مش الوعظ بتاع الجامع بتاعنا الوعظ بتاع الجامع بتاعنا حاجة عظيمة يعني شخص راقي وجميل انا بشكل عام الاقي والله احمي واشفي الامه الاسلاميه من البلاء والوباء ليه الامه الاسلاميه ليه الامه الاسلاميه بس حضرتك مش فاهم يعني سيبك بقى من الدعاء على اليهود والنصارى في الخطب لا برضو بسألك يعني ليه الامه ليه ليه انا في العيد او في خطبه الجمعه اقول واشفي مرضى المسلمين ليه مرضى المسلمين بس ليه يعني انا بسالك كمسلم مش بسالك كحاجه لا سمح الله انا بسالك كواعظ ليه مرضى المسلمين بس ليه في الامه الاسلاميه بس ليه يعني بتاع ايه وايه الاسلام اللي في ده يعني ايه الروح الاسلاميه اللي في ده انك تدعو لنفسك مش تدعو للانسانيه واللي حواليك و وبعدين بعد يعني قبلها بخمس دقائق في الخطبه يقول لك والنبي صلى الله عليه وسلم سال عن جاره اليهودي قال لا يعني النبي سال عن جاره اليهودي وانت مش عايز تشفي جارك اليهودي ليه؟ جارك بقى يعني هي بلدانا او شعوبه مش مهم حاجه في منتهى الادهاش ده اللي احنا عايزين خطبه الجمعه بقى تتحول اليه انها تبقى خطبه تجمع ولا تفرق تبني ولا تهدم تعلم قيم قيم وهي الحقيقه قيم من الاسلام ومن الدين الـ الـ القيم الاخلاقيه الانسانيه اللي هي المفروض الدين يحض عليها ويدعو لها ويؤسسها في قلوب الناس فاحنا عايزين الخطبه لانه خد بالك الخطبه ليه الخطبه مهمه ما في برامج دينيه وفي مش عارف مواقع وفي ايه وفي دعاه بيعملوا ايه و... ليه الخطبه ليه خطبه الجمعه مهمه خطبه الجمعه مهمه اقول لحضرتك انك بتتوضى وتلبس الجلابيه بتاعتك او تلبس رداءك اللي انت هتروح بيه وتمشي تروح الجامع وانت لما تروح الجامع رايح داخل الجامع جامع ربنا قاعد في انصات وفي صمت والناس في منبر بيطلع له واعظ احنا في مقام صلاه وحضور ديني والناس متوضيه وفي هدئه والشعائر كلها شعائر دينية فكل ده الروح اللي فيها جو روحاني وتقديس وتدين وإيمان وتقوى أو محاولة لذلك كله بتخليك بتتعامل مع الكلام اللي بيتقال على المنبر ده يستقر بطريقة تانية خالص مش واحد في التلفزيون بيتكلم حتى بشكل متعمد أو غير متعمد خش وجدانك وعقلك محاط بده الجو الروحاني ده وال... 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 والطقس الديني ده فدي نقطة مهمة جدا في في خطبة الجمعة ليه خطبة الجمعة مهمة علشان ده يعني لو راجل قال نفس الكلام ده في التلفزيون أو سمعته في راديو أو شفته على اليوتيوب وهو قاعد على في بيتهم بيعمل لك برنامج على اليوتيوب حاجة وإنك تبقى عايشه جوه الجامع حاجة تانية خصوصا لو انت شاب صغير او او صبي او طفل او كده طبعا احنا منع منعنا عن الجوامع وعن الخطب الجمعه في ايام الحظر هل افتقدنا خطبه الجمعه ما ده سؤال برضو مهم افتقدنا الطقس اكيد وافتقدنا الشعيره اكيد وحنينا لوجودنا في الجوامع اكيد لكن افتقدنا لمعنى ومحو يعني الدين دينك انا ديني انا ودينك انت او تديننا بلاش الدين تديننا فقد ركيزه مثلا غابت معلومات عرفنا نعيش ازاي من غير خطبه جمعه اذا ما كانش بتاثر يبقى عايزين الخطبة الجمعه اللي بتاثر اللي احنا ما افتقدناهاش افتقدنا الطقس افتقدنا الحاله طبعا افتقدنا الشعيره الدينيه طبعا صلاه الجماعه وصلاه الجمعه تحديدا لكن افتقدنا الخطبه يعني ولا عرفنا نعيش من غيرها عرفنا نعيش من غيرها يبقى ما كانتش مؤثره قوي يبقى لازم تبقى مؤثر يبقى لازم تبقى مؤثر اذا ننتقل من هذا الى الحلم ال 12 <applause> انقاذ السينما من السينمائيين ده الحلم ال 12 ازاي؟ الدوله لابد ان تتعامل مع السينما انا بقول لابد يعني في الزام كصناعه عظيمه بترول مصر الثقافي زي البترول بالظبط لانه اذا كنت بتكلم عن قوه ناعمه يبقى لازم تتكلم على السينما وعلى الفن لما اقول لك انا يعني الدلتا يعني من اول شبرا شبرا الخيمه وانت رايح لغايه اسكندريه لغايه منهور تصور ان المنطقة دي كلها اللي فيها 55 مليون مصري فيها حوالي خمس سينمات او ست سينمات يعني السينما لكل 11 مليون تصور في ست سينمات في منطقة القناة بـ 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 بعظمة شعب القناة لما من اول الجيزة كده وانت نازل من شارع الهرم او من اكتوبر ونزل على الصحراوي لغاية اسوان في كام سينما؟ أقل من خمسة. أقل من خمسة. يبقى كده إحنا مهتمين بالسينما؟ طب مهتمين بصناعتها؟ مهتمين بإنقاذها؟ مهتمين بوصولنا بالسينما إلى إن إحنا نبقى كل شوية إحنا عايزين نبقى زي نتقدم ونبقى جزء من العالم وإحنا نتباهى بإن إحنا آه آه عملنا كذا زي بره احنا مش عارف طيب ايه رايك؟ يعني الهند بتنتج 2000 فيلم في السنه. نيجيريا بتنتج 1000 فيلم في السنه. الصين بتنتج 800 فيلم في السنه. انجلترا بتنتج 300 فيلم في السنه. تركيا بتنتج 138 فيلم في السنه. طبعا امريكا بتنتج 600. انت بتنتج كام؟ 33 فهمنا ان احنا ما بنقص السينما الى الحلم ال 13 الحلم ال 13 ان احنا نحقق 100 مليار دولار صادرات السنه الجايه 2021 احنا في ال 11 شهر اللي فات حققنا 22 مليار هنعرف نحقق 100 مليار ده السؤال ازاي نضاعفها خمس مرات عايز أقولك انه الحل الوحيد انك تضاعفها خمس مرات انك تجعل ثقافة الدولة ثقافة تصدير مش بس قوانين و... وقرارات ثقافة ان المصدر ورجل الاعمال مش اصله عايز ي... يقتني على حسابنا اصله عايز يتربح مش الثقافة دي لازم تتغير ثقافة انه كل مصدر ليك هو بمثابة يعني قوة هائلة هو يكسب انت تكسب انما التعامل مع التصدير بالمنطق اللي فيه خجل من الربح واللي فيه انزعاج من الثروة ده مسألة يعني لن تدفعنا الى نجاحات كبيرة في التصدير بقول لك الموضوع لا قانون ولا قرارات الموضوع ثقافة منهج تفكير الدولة واجهزة الدولة والمجتمع في التصدير الى الحلم الاربعتاشر الحلم الاربعتاشر هو اختفاء طوابير وزحام ومشاوير المصالح الحكوميه ايوه في خطوات للحكومه الالكترونيه وربما في مواقع كمان بتاعت الحكومة زي دعم مصر بتاع التموين ده شيء بيدل على نجاح وقدرة على النجاح لكن الحقيقة احنا مش هننجح كحكومة الكترونية قبل ما ننجح في عقل الموظف المصري يبقى عقل الكتروني بمعنى ايه اللي هو قائم على انجاز وانهاء الخطوات مش قائم على التسويف والتأجيل والاستبعاد والطلبات المضافة و وب. نقدر نعمل ناهل وعشان عشان كده بقول هي الموضوع موضوع في الاول وفي الاخر ثقافه وبعد كده تقدر تطبق كل حاجه. يعني اما تجيب انت تعمل يعني مثلا ميناء ميناء وتكلفه مليار دولار. وبعدين تجيب ناس مدرسين او دكاتره يديروا الميناء. راح الموضوع لازم تجيب المؤهل لده، لازم ناهل لازم ناهل الموظف. الحلم ال 15 الحلم الخامس عشر ل 2021 الا نسمح لسد النهضه باي ضرر على مصر الى فاصل إذا واحد وعشرون حلما في عشرين واحد وعشرين نصل إلى الحلم الستاشر حلم أن نواجه تزوير الكتب تزوير الكتب الظاهرة الأبشع اللي مش موجودة في أي دولة ذات يعني احترام للقانون وللثقافه وللابداع وللملكيه الفكريه مصر دونا عن الدول اللي هي المفروض تبقى نظائر مصر فرنسا المانيا اليونان امريكا يعني الدول اللي احنا المفروض نضع عن انفسنا في مقامها علم الثقافه وتاريخ وحضاره احنا ننفرد عنهم كلهم بان احنا نزور الكتب ونبيع الكتب المزورة عيانا بيانا على الأرصفة والطرقات ولها مطابع ولها يعني موزعين ولا تتحرك الدولة إلا النتف كتاب يبقى متزور عشرين ألف نسخة تصدر منه عشرين نسخة في كارثة المفروض مصر محترمة ومتفقة وموقعة على اتفاقيات الملكيه الفكريه وحد... وعندنا قانون للملكيه الفكريه لكننا ننتهك بشكل رهيب قرصنه الكتب وتزوير الكتب اللي هي بتخسر صناعه الكتب في مصر 300 مليون جنيه سنويا ويقول لك اصل الناس ما بتقراش تقراش ايه في 300 مليون جنيه سرقه دي لو اتضافت للصناعه الحقيقيه تعمل ايه احنا يعني بالمناسبة المصريين بيدفعوا الكتب الحقيقية والأصلية والمو... والمزورة قد ما بيدفعوا للسينما برضو عشان ال... والغريبة برضو انهم بيسيبوا السينما تتزور والأفلام تتقرصن في ال... على ال... الانترنت بينما غريبة أو الدولة بتحمي مسلسلات رمضان بس ما عندهاش ولا حيلتها ولا همها إلا مسلسلات رمضان بس بالمناسبة كل إنتاج مسلسلات رمضان ده ما يجيش آآ آآ يعني حصيلة النشر في مصر على فكرة بس أنتوا بس اللي مركزين في حتة غلط. فين فين رعاية المسلسلات وحمايتها وتحصينها بينما الكتب يعني مراقة حقوقها على الرصيف وكأننا قصاد إدارة مصنفات فنية في مصر على المطبوعات يمكن في عجز او تقصير او كسلانين او مش عارفين انما او مش قادرين انما مش غريبه برضه اشمعنى يعني عندنا قدره في الدوله على كل حاجه الحمد لله ودي اللي مش قادرين عليها غمضه شويه غمضه جدا لا مش شويه جدا جدا نروح للحلم ال17 قرن 17 أن نفتح الباب لتصوير الأفلام الأجنبية في مصر. الأفلام الأجنبية في مصر إيه إيه الجمارك على الضرايب على الرقابة على الدواعي الأمنية على مطلعين عينهم حرمنا قطعنا رجليهم. فأنت محروم من الثروة دي، الثروة السياحية والثقافية دي والثروة المادية دي. المغرب بقى لحقت ويعني واستوعبت والتقطت عجزنا عن ان احنا نبقى دولة بنقول على دولة سياحية انما ما نعرفش نعمل سياحة الافلام خالص من 2011 المغرب كانت بتتحصل سنويا على قرابة 11 مليون دولار ارباح تصوير الافلام وياميها تصوروا 38 فيلم في المغرب في السنة دي السنه دي 2019 او السنه المنتهيه 2019 98 فيلم اجنبي اتصوروا في المغرب وعمل لهم ربح 80 مليار دولار 80 مليون دولار شوف الفرق بالمناسبه المغرب بتنتج خمس افلام في السنه افلام مغربيه وانت اللي بتنتج 33 وبتنتج كل المسلسلات دي ما عندكش فيلم تسجيلي واحد امريكي ولا بريطاني بيجيلك لك يتصور عندك ليه نسفتهم الموظف المصري والمسؤول الامن المصري مسؤول مسؤوليه مباشره على انه آه ال 80 مليون اللي بيروحوا السياحه دي اصل مش دي 80 مليون دي الرسوم بتاعه التصوير انما انت عندك بقى كام واحد هيشتغل عندك بقى يعني آه شوف انت آه 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 العاملين شوف انت السياحة غرف الفنادق حاجة الحلم الثمنتاشر حلم الثمنتاشر ان نفتتح اعظم مشروع وحدث وانجاز حضاري في الانسانية في مصر المتحف الكبير متحف الحضارة المصرية اللي ما احنا نتكلم عنه انه لما يفتتح ده شيء حدث وانجاز عظيم يحسب للدوله المصريه جدا ويحسب بالمناسبه للرئيس الاسبق الراحل حسني مبارك ولوزير الثقافه الفنان فاروق حسني انهم هم اللي عملوا المشروع ده ووضعوا البذره ويحسب لمصر الان للدوله المصريه الان انها بتحقق هذا الانجاز الاعظم الحلم التسعتاشر أن نكمل مشروع إنهاء قوائم انتظار المرضى. الحقيقه كان في مبادره رئاسيه في 2018 وهي بتنجح. النجاحات الحقيقيه في مجال الصحه العامه اللي هو حمله 100 مليون صحه مكافحه فيروس سي وإنهاء قوائم انتظار المرضى نجاحات حقيقيه وعاليه وعظيمه. وممسوكه ومنظوره وملموسه ومتحققه احنا مهمتنا بقى اجراء ال 592 الف جراحه ده اللي حصل من يوليو 2018 يتضاعف علشان نحقق هدف انهاء قوائم انتظار المرضى الحلم العشرين حلم العشرون ميزانية حقيقية للبحث العلمي اهتمام حقيقي بالبحث العلمي هيقول لك لا ده مصر زودت الميزانية البحث العلمي ده بعد ما كان 8 مليون مليار جنيه بقى 60 مليار جنيه هيقول لك ده زيادة على الورق ودخلوا فيها بنود أخرى ملهاش علاقة بالعالم والعلم والعمليات البحث العلمي اجور بقى على منشات على إنفاقات ايه عليه عشان توفق و و و وتبقى شكل او مناسبه للنسبه لموضوع في الدستور يا عزيزي نريد فعلا بحث علمي نريد ميزانيه حقيقيه للبحث العلمي هذا وقت العلم بامتياز هذا اوان العلم هذا هو الزمن الذي لا تعلم فيه معنى ذلك انك لا تعيش فيه تقبر يمكن الى الحلم الواحد وعشرين لعام الفين واحد وعشرين حلم ان نهتف جميعا في هذا العام واحد وعشرين وداعا للجائحة بينما العالم كله كان اغلق ابوابه في احتفال رأس السنة نهاية العام الفين وعشرين اذا ب اوهان المقاطعه التي بدا منها فيروس كورونا تحتفل في الشوارع بالالاف بعام جديد نعم نستطيع هو انتصار للعقل والعلم يمكن ان نفعلها بل نحن نفعلها ولكننا في حاجه ماسه ونحن نفعل ذلك ان نؤمن ايمانا كاملا بان العلم والعقل هما وحدهما السبيل الى النجاح. بعد الفاصل التقي بالمفكر الكبير المرموق دكتور مصطفى حجازي يحكي ويحلل. التالي في حديث القاهرة حوار حصري حول المتغيرات الدولية بعد كورونا وتأثيرها على العام الجديد. مع الدكتور مصطفى حجازي في حديث القاهره إذا أرحب بضيفي الكبير المفكر المرموق والكبير دكتور مصطفى حجازي أهلا بك يا دكتور منورنا أهلا أهلا أستاذ إبراهيم سعداء جدا بإطلالتك أهلاً. علينا النهارده ويعني وآسفين احنا أثقلنا عليك وأطل عليك أبدا نشكرك على حسن الضيافة وعام جديد سعيد إن شاء الله عليك وعلى كل من يشاهدنا بإذن الله بإذن الله أي عام يبدأ بحوار مع دكتور مصطفى حجازي أكيد هيبقى عام جميل وكما أنه جديد <applause> خلينا نبدا السؤال الاول يا دكتور من مجمل كتاباتك في الفترة الأخيرة خصوصا عقب تفجر وتفشي جائحة كورونا قلت إن احنا بالحرف الواحد كده كأننا جميعا على خط بداية جديد أو جديدة إلى أي حد احنا على خط بداية ومن الذي سيطلق يعني إشعار الانطلاق في السباق؟ طيب هو يعني الحقيقه انت لمست الوتر الصحيح اللي هو تقريبا يجمل الحاله اللي احنا فيها دلوقتي وهي ان احنا احنا في ما يسمى كده يعني مفصل تاريخي اذا جاز التعبير وكان زيه من 100 سنه بالظبط مفصل مشابه وكان ممكن يؤرخ ليه بحاجتين ممكن يؤرخ ليه بحدث انساني واجتماعي كبير اللي هو الحرب العالميه الاولى ممكن يؤرخ ليه بحدث بيئي وصحي كبير اللي هو ما يسمى الاسبانش او اللي هي الانفلونزا الاسبانيه اللي هي كانت قتلت تقريبا تلت سكان العالم اصابت ثلث سكان العالم وقتلت حوالي 100 مليون منهم من مجمل حوالي مليار ونص في وقتها. احنا دلوقتي في مفصل تاريخي جديد ولكن الجديد فيه ان احنا عندنا الحدث اللي هو البيئي والصحي اللي هو نقدر نسميه الكورونا واللي هو المفروض نسال في الحقيقه لماذا يحدث ما يحدث مش كيف يحدث ما يحدث يعني احنا عندنا سؤالين محتاجين نفرق ما بينهم عشان نعرف خط البدايه الجديد اللي حضرتك اشرت اليه ده ازاي نقدر نقراه وازاي نقدر نعرفه. خط البدايه الجديد اذا حبينا نعرف الكيفيه اللي بتحصل بيها الحاجات حاجه زي الكورونا نقدر ناخد التسلسل البيئي اللي حصل بان احنا في عندنا نوع من انواع الهتك لعذريه البيئه حصل وتماس مع كائنات بريه زي الخففيش او غيره وانتهى الامر الى ما اليه. والكلام ده يشابهه ما حدث في ايام زي ما قلنا من سنه تقريبا، لكن لماذا يحدث ما يحدث؟ لان بيبقى فيه خلل في ميزان عدل في الدنيا محتاج ان يعتدل، هي دي النقطه اللي احنا محتاجين ننظر اليها لما نفهم يعني ايه خط البدايه الجديد. كان في ميزان مختل في قيم الانسانيه نفسها، في قيمه الحريه، في قيمه العدل، في معنى الكرامه، ده الدنيا ما قبل الحرب العالميه الاولى ب 100 سنه والدنيا ما بعد الحرب العالميه الاولى. ودلوقتي احنا بننتقل برضه من عصر لعصر بننتقل من تعريف الإنسانية سبقت اللي انسانيه الصناعه لانسانيه جديده الانسانيه الجديده اختفت فيها نقدر نقول الادوات التقليديه اللي الناس كانت بتعرف بيها القوه وبتعرف بيها التفرد وبتعرف بيها التمايز ما بين دوله ودوله وامه وامه اصبح التمايز اللي حضرتك اشرت ليه قبل شويه العلم والعلم فقط وبالتالي إذا كان العلم هو المشاعر الموجود والمتاح للكل، لكل من ملك عقلاً أصبح دلوقتي كلنا بالفعل على خط بداية جديد لحضارة كونية جديدة يسبق فيها من يستطيع أن يملك زمام العلم الآن وهو أمر لا يوجد في موارد طبيعية ولا يوجد في أمور موروثة، هو يوجد في من يريد أن يحصله، في من يريد أن يعمل عليه، في من يريد أن يوجد لنفسه مكاناً في هذا السبق الجديد، وبالتالي خط البداية الجديد اللي إحنا عليه الآن هو بيعرف تاريخيا أو هيعرف تاريخيا زي ما عرفنا بالحرب العالمية الأولى هيعرف تاريخيا بما يحدث في حالة الكورونا هيعرف عالميا بأن احنا في عندنا ازدواجية بتحصل مزج وخلط وتزاوج ما بين حاجتين في منتهى الخطورة أنا كتبت عنهم يحصلوا في خلال عشر سنين وتمازج ما تكنولوجيا المعلومات وحاجة اسمها التكنولوجيا الحيوية الانفوتك والبايوتك الاثنين دول هيمزجوا قريبا جدا يسبقهم ابن اثنين من في العلم وبالعلم مما يسمى من الجيل الخامس للمعلوماتيه الجيل السادس للمعلوماتيه من فكره ان احنا في عندنا الجيل الخامس اللي بيخلينا نقدر نستخدم عربيات تتحرك ذاتيه القياده او نقوم بعمليات جراحيه عن بعد او نعمل حتى يعني اجزاء من جسم بشري مخلقه بطباعة ثلاثيه الابعاد ده كله ده عباره عن الجيل الخامس الجيل السادس اللي هو ليس بعيد عنا يا استاذ ابراهيم بنتكلم على سبع سنين دول كتير من دلوقتي كلام تاريخ بتواريخ وارقام ممكن نقول اسماء المعاهد اللي بتقول عليها يعني معهد في معهد اسمه معهد مستقبل الارض مثلا ده موجود في ام اي تي بيتكلموا على الاسئله دي سبع سنين من دلوقتي عندنا الجيل السادس اللي هو يتكلم على الات ذاتيه التعلم يعني عندنا ما يسمى سيلف ليرنينج ماشين الات ذاتيه التعلم قادره على انها تطور ذكائها بنفسها اخطر ما يحدث بقى في اللحظه دي وعشان كده بنتكلم على خط البدايه الجديد ان الانسانيه معرفته عن نفسها في خلال 100 سنه اللي فاتوا على الاقل هيصبح امرا من الماضي برمته، يعني تعريف العمل تعريف القوه تعريف الدوله تعريف التعليم والاقتصاد ودور السياسه في المجتمع، كل المؤسسات الاساسيه الموجوده تعليما واعلاما وسياسه واقتصادا وامنا كل ده هيعاد تعريفه في اطار العالم الجديد اللي هو لا يبعد عنا اكثر من من 7 ل 10 سنين من دلوقتي. اذا كان عندنا من 100 سنه الناس اضطرت الى انها بتحاول تاهيل نفسها للعصر الجديد اللي هو عصر الصناعه وما بعد الصناعه وتكنولوجيا الجديده اللي حصلت بعد الحروب الاولى والثانيه احنا هيبقى الانسان محتاج ان هو ي... تقريبا يعيد انتاج نفسه ممكن نقول كل سنه في الفتره القادمه لان هيبتدي في عندنا احتياجات كامله تختفي من سوء العمل للبشر ومن علاقة البشر بحياته دكتور مصطفى فرق التوقيت بيننا وبين الغرب هيوصل لنا الكلام ده إمتى؟ يعني إذا كان بعد سبع سنوات الجيل السادس هيبقى موجود في أوروبا وأمريكا بعد كام يبقى موجود في الشرق الأوسط خصوصا إن حضرتك وإنت برضو في واحدة من مقالاتك المتميزة واللامعة بتقول لنا تعليقا على خطاب ماكرون آه الخاص بالاسلام واللي اثار زوبعه وضجه قلت آه آه وتوقفت عند تعبير الانفصاليه الاسلاميه وقلت انه في فعلا سمت وصفه ويعني هذه ظاهره حقيقيه الانفصاليه الاسلاميه الانفصاليه الاسلاميه دي اللي هنفهم من حضرتك مقصدك بيها يمكن ان تتعامل مع مجتمع متغير بهذا الشكل الزلزالي حضرتك بتحكي لنا عنه عن مستقبل قريب جدا ازاي هي في الحقيقه الانفصاليه اللي كتبته عن اللي قاله ما كانش على ان هو الانفصاليه سمت اسلامي فقط هي يعني في الحقيقه الانفصاليه يعني يكاد يكون سمت انساني لمجتمعات قررت انها تمارس نوع من انواع العنصريه والعنصريه المتبادله يعني في نوع من انواع نقدر نقول الرفض المتبادل الموجود في عندنا نوع من انواع زي التحاصل كده بيحصل والانفصاليه هي هي التحاصل ده من مجتمع يا اما يكون لاسباب اقتصاديه او طبقيه او عقائديه يعني مش م. بالضروره ان هي الانفصاليه انفصاليه اسلاميه ممكن تبقى يكافئها من الناحيه الثانيه نوع من انواع التعالي اللي موجود من طبقه تبدو انها منفصله في عليها وده حصل قبل كده في اشكال كتيرة زي الاقطاع فيما سبق وغيره وهو موجود دلوقتي, دلوقتي اليمين الغربي الاوروبي والامريكي نفس بالزبط. الحاله من الاستعلاء والعنصريه والانفصاليه بمعنى او باخر يعني بالظبط واحنا في اذا كان في عندنا تعريف للحظات تاريخ حبينا نسمي لحظات التاريخ باسامي اشخاص يا استاذ ابراهيم نقدر نقول مثلا كان في في تاريخ لحظه لحظه سان فيردناند اللي هي قامت بيها الحرب العالميه الاولى وتهد النظام العالمي كله كان في بعدها لحظه ثانيه اللي هي لحظه الفاشيه وزي لحظه نقدر نسميها لحظه هتلر بعدين في لحظه اسمها لحظه التحرر ممكن نسميها لحظه جيفارا بعدين في لحظه لحظه الريبه والتيه اللي احنا فيها دلوقتي ممكن نسميها لحظه ترامب ممكن نسميها لحظه لوكان ممكن نسميها لحظه التطرف بكل اشكاله وانواعه من تطرف داعش لغايه تطرف لوكان لغايه م. تطرف سالفيني في ايطاليا لغايه تطرف كل الدعاوى الشعبويه اللي هي بتتكلم على ان هو في الحقيقه بيدور لنفسه على على معنى جديد للحياه او على على تعريف جديد او روايه جديده كبرى لان الروايات الكبرى كلها سقطت يا استاذ زيد الروايات الكبيره اللي هي بنت عليها احلام الانسانيه في 100 سنه فاتت من اول الروايه اللي احنا نتكلم لو اتكلم عن الراسماليه يعني في مطلقها من غير ما هي تعمل تعديلاتها على نفسها والليبراليه الخاصه بيها الليبراليه الاقتصاديه وغيرها في جزء كبير منها سقط وتاكل حتى وان انتاج نفسه الشيوعيه طالها السقوط التام الاسلامويه اللي هي كانت بنت نفس الفتره ومرحله من التاريخ اللي هي في العشرينات من القرن الماضي تكاد تكون برضو سقطت بانها لم تقدم لاهلها شيء وهنا فرق كبير ما بين الاسلامويه والاسلام والراسماليه والراس المال والشيوعيه وشيوع الخير او الـ او الـ يعني شراكه الناس في الخير ده امر ده امر دي عقيده او ايديولوجيا والتانية ممارسه وفلسفه فاحنا دلوقتي الناس تحيا في عالم بلا روايه كبرى تحيا في عالم ما فيش فيه تعريف نقدر نقول لما يسمى علامه يجتمع الناس على حلم واحد وعشان كده حد زي هنري كيسنجر مثلا وده انا اشرت ليه في احد مقالات برضو بنتكلم على ان ما بعد الجائحه لان احنا الجائحه الجوائح حصلت في تاريخ البشريه قبل كده وزي ما اتفقنا اللحظات دي يرد بيها من لدن الله سبحانه وتعالى اعتقد انه ينزل نازله ما على البشريه مش عشان يحصل نوع من انواع نقدر نقول بس البحث عن اسبابها او تعريف اسبابها من حيث الكيفيه لكن عشان البشريه تحاول تعدل ميزان العدل مره ثانيه يعني تعمل نوع من انواع تعديل في الاختلال القائم وده حصل على فكره في اللحظات اللي انا حكيت عليها دي كلها يعني بعد الحرب العالمية الأولى النظام العالمي لأنه كان مختل مرة ثانية اتهد مرة ثانية في الحرب العالمية الثانية وبعدين بدأ يبان له ملامح أكثر يعني اتزاناً لم نقل عدلاً وحرية لدوله يعني دول أوروبا بالتأكيد بعد الحرب الثانية غير دول أوروبا قبل الحرب الثانية ممكن يكون ده لم يطلنا إحنا في في الوطن العربي وفي الشرق الأوسط بشكل يكفي لأن إحنا ممكن نكون كنا زي ما حضرتك تفضلت عندنا فرق توقيت نرجع هنا بقى لسؤالك الهام جدا وهو فرق التوقيت الان، الجيد في فرق التوقيت الان ان احنا نكاد نكون زي كده ما احنا قادرين نشوف بعض على الهواء في قارات الدنيا الخمس. اصبح الان عندنا ما يمكن ان يجعلنا جميعا في فرق التوقيت ده على خط بدايه واحد مره ثانيه. اذا ارادت اي امة الان ان تكون طرف في هذا الفعل الحضاري الجديد. بمعنى لا يوجد شيء يمنعنا احنا لو حبينا كدول عالم ثالث اذا كذبت تسمية ان احنا نجد في البحث عن علاج او مصل للفيروس الحالي اظن لا يوجد شيء ما فيش عندنا عجز في في ما يسمى علم الطب احنا المفروض علم الطب اللي بندرسه عندنا وعلم الطب الموجود على الشيوع في العالم طيب ايه اللي بيأخرنا احنا عن قرار يعني قرار اخذ الخطوه دي لكي نكون شركاء في في الحضاره هو قرار يخصنا احنا نكاد نكون لدينا او يلزم ان يكون لدينا الاراده ان نعرف ما نريد وان هم في ان نفعله فكره بقى ان احنا نقرر يبقى في بيننا وبين غيرنا فرق توقيت ده هيبقى للاسف الشديد قرارنا برضه. م. اللي اتقال ان بعد بعد النازله اللي احنا فيها دي في ثلاث مسارات علم او ثلاث مسارات في الحقيقه محتاجين اي دوله تشتغل عليهم. المسار الاول في الحقيقه هو مسار العلم وليس غيره. والمسار الثاني هو البحث عن تعريفات جديده لكيفيه اداره اقتصاد المجتمعات لان زي ما اتفقنا في خلال سنين قليله جدا تعريف العمل وسوق العمل هيختلف بالكليه زي ما البشر ابتدى يسلم الاعمال اليدويه واللي محتاجه قوه للالات من 100 سنه دلوقتي في الات هتبتدي تاخد اماكن العمل العقلي اللي بيقوم بيه البشر ودي هتبقى عشان كده عمليه خطيره جدا ان البشر هيجد نفسه مضطرا ان يكون في حاله بطاله جديده. الحل الوحيد والمخرج الوحيد من الكارثه الاقتصاديه دي او النزله الاقتصاديه هو الابداع والحريه التي تحض على الابداع وهو الحريه التي تساعد المجتمعات على انها تبدع اكثر. ولو اتفقنا ان المخرج من عشان كده خط البدايه الواحد اللي احنا بنقوله ان اذا كان في مخرج من الجائحه الحاليه او درس مستفاد مستقبلا وده اتكلم عليه واحد زي بيل جيتس واتكلمت عليه واحده عالمه فيروسات شهيره اسمها الانا شيك ان الجائحه الحاليه ستلزم العالم ان يثاب رغم انفه ان يكون هناك عدل رعائي وصحي في العالم اكثر وان هيكون هناك عدل تعليمي في العالم اكثر لان العالم بعد ما اكتشف ان هو لا يستطيع ان هو يفصل نفسه عن كوارث تحدث هنا او هناك يعني الكارثه اللي حصلت في وان في الصين مفيش طرف في المعموره كله لم يصاب بها وبالتالي المخرج هيلزم ان يكون مخرج عالمي، مخرج جمعي، مخرج انساني اذا جاز التعبير هيتجاوز العرق، هيتجاوز الجغرافيا، وهيتجاوز الدين وبالتالي احنا عندنا فرصه ذهبيه ان نكون طرفا في هذا السبق الحضاري الجديد يعني قلنا ثلاث مسارات آه، مسار العلم والمسار الثاني الابداع مسار الابداع من اجل الاقتصاد آه. ومسار السياسه وهو وجود اطروحه كبرى او حلم كبير يجمع المجتمعات على هويه جديده او آه. على حلم للمستقبل لان زي ما اتفقنا العالم دلوقتي يفتقد الروايه الكبرى ما عندنا روايه كبرى تجمع العالم على شيء ما عندنا حلم جنه الراسماليه ولا حلم جنه الشيوعيه ولا حلم جنه الاسلامويه كل هذه الاحلام تبدا انها كانت اوهاما وبالتالي يلزم ان يكون هناك حديث عن بلوره تصور لاطروحه خلينا نسميها تصور لعلامه يلزم ان يكون تحركنا للمستقبل كامم وكعالم لان في الحقيقه الاطروحه اللي هتخص كل دوله هتصبح رغما عنها طرفا تخص اطروحه كبرى للعالم عظيم انا عايز استخدم العالم. تعبير اطروحه اللي حضرتك اتكلمت عنه ولانك برضو في مقال من المقالات كلمتنا عن انه الشرق الاوسط تائه وحائر رغم انه بيعاد تشكيله من جديد واحنا لسه بنتخانق مع بعض بين منكر للعروبه وزاهل عنها بينما الاخرين فرسا وتركا يطرحون اطروحتهم المعنى ده وكاننا يعني اذا يعني حضرتك بتكلمني عن عالم بيعاد تشكيله واحنا المفروض نبني خياراتنا واتفاقاتنا وتصوراتنا من جديد بينما القصف والعصف شغال فوق دماغنا طول الوقت ومنها التصور والاطروحه التركيه والاطروحه الايرانيه من وجهه نظرك واحنا شرق اوسط في حاله توهان وحيره نحلها ازاي؟ احنا زي ما اتفقنا طالما في يعني طبعة جديدة الإنسانية بتحصل هو في الحقيقة كمان احنا جزء من الإنسانية وفي طبع أو إصدار جديد للعرب والإقليم بيحصل. مم. وده ليس سرا وليس جديدا وحصل من 100 سنة بالضبط وأشرت إن مؤرخ شهير جدا اسمه ديفيد فرانكن كتب كتاب رائع اسمه السلام الذي أنهى كل السلام بيحكي عن عن كيف أعيد روح. تشكيل العالم العربي او منطقه الشرق الاوسط آه. اللي هو كتير مننا بيتصوروا انها تمت لنكايه في الامبراطوريه العثمانيه او نكايه في الامبراطوريه الروسيه او او ما شابه الحقيقه ان هو كانت احنا لم نكن مطروحين كطرف على على مائده الاختيار كعرب حتى بكل الصخب اللي حصل حتى بكل اللي احنا درسناه في المدارس يا يعني. استاذ ابراهيم من الثوره العربيه الكبرى وما شابه كل ده كان في الحقيقه نقدر نقول نوع من انواع الاخراج المسرحي اللي هو حصل حتى وان كان جزء منه حقيقي يعني جزء منه حقيقي في ثوره 19 في مصر مثلا ورغبه التحرر الموجوده لكن الحقيقه ان احنا ما كناش طرف في تشكيل الإقليم اللي احنا بعد كده بنتخانق الان عليه وبنقيم حروب عرقيه وطائفيه على حدوده يعني احنا الان في الشرق الاوسط اللي عمله سايكس بيكو في سنه 1916 لغايه 18 ده احنا بنتخانق على حدود نحن لم نكن طرفا في اختيارها في الحقيقه ولكن احنا مصرين ان احنا نقتتل في سبيلها. طيب هذا هو التاريخ واحنا خلاص اتفقنا ان ما كان كان يعني هو السؤال الان واللي انا اتكلمت عليه في المقاله دي ان احنا في اصدار جديد بيحدث للاقليم الان بس الاقليم اوسع مننا من كعرب، الاقليم الان في الاقليم الاوسع اللي هو في تركيا موجوده او اطروحه عثمانيه اذا جاز التعبير، توجد اطروحه ايرانيه فارسيه اذا جاز التعبير ويوجد منطقه وسط اسيا اللي هي المنطقه اللي دايما العالم بيتخانق عليها اللي هي تقريبا في جنوب الاتحاد السوفيتي القديم يعني. الاهم ان احنا في اللحظه دي الأطروحة التركية العثمانية على الأقل بتحدد لنفسها مجموعة طلبات أو تصورات للهيمنة وللشراكة في الإقليم الجديد والأطروحة التركية الأطروحة الفارسية الإيرانية بتقوم بنفس الشيء الأطروحة العربية اللي هي المفروض تكون موجودة بتحدد الإقليم اللي احنا أغلبه وفحية إقليمنا محتاجة تحدد ايه هي اولويات مستقبل هذه المنطقه من العالم اللي تسمى الوطن العربي؟ الغريب ان احنا واحنا المفروض بنعمل ده في بعضنا ما زال متشكك هل العروبه ضروره؟ هل العروبه ذنب؟ هل العروبه امر يلزم ان نعتذر عنه؟ هل هي ارث تاريخي ابتلاء؟ يعني احنا دخلنا في مساحات غريبه جدا في الوقت ان الناس تانية اللي ما عندوش قوميه اصليه اخترع قوميه وتمسك بيها واشتغل عليها. الاهم بقى في الحقيقه ان احنا الحديث عن الاقليم او الحديث عن ما يجري الان المفروض لان العالم كله تائه ولان العالم كله ليس لديه تصور واضح عن ايه خطوات مستقبل قادم واحنا في حاله التيه واحنا في حاله الحرب الناس وهي في الحرب العالميه الاولى كان كل طرف قرر ماذا يريد بعد الحرب ايا كانت نتيجه الحرب هو الطرف الذي اخذ شيئا من نتاج الحرب م. يعني تركيا اللي خرجت منهزمه من الحرب لانها قررت انها تكون في وقتها عندها قوميه تركيه حتى ولو انسلخت عن ما يسمى الخلافه الاسلاميه او غيره انما كان عندها تصور ما، هذا التصور ما تريد ان تخرج به بشكل واضح محدد الملامح خرجت وهي منهزمه بنتيجه تحيا عليها وتبني عليها الى الان. انجلترا وفرنسا من اللي مننا ما يعرفوش ما كانوش اثناء الحرب ضامنين انهم هيكسبوا الحرب ده اكيد م. يعني كانت الـ 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 الامور ما كانتش يعني كان المفروض كايزر من الالماني كان بيدخل براسلز بيهد البلد على ما عليها وكان متقدم عنهم في امور كتير ولم يوجد هناك اي سبب موضوعي واحد يؤكد ان المانيا ممكن تخرج منهزمه دون الاخرين ولكن على الرغم من كده كل طرف كان يحدد وهو تحت القصف زي ما حضرتك استخدمت التعبير ده هو تحت القصف وفي اقصى درجات ضعف وهو ينزف قدراته ومقدراته كان يحدد ماذا يريد على اي احوال النتيجه التي ينتهي اليها اللي هو زي ما انا سميته في احد المقالات ما بعد الزوال ما بعد النهايه اليوم التالي حين تشرق الشمس التاليه ايا كانت النتيجه عليك ان تقرر انك بصدد فعل شيء اذا لم يوجد قرار بانك بصدد ان تفعل شيء بدعوى انك تريد ان تؤجل القرار لما ربنا يحلها او زي ما كان استاذ عبد الرحمن الابنودي رحمه الله عليه يقول احنا عندنا بنقول ربنا يحلها بمعرفته <applause> يعني فكره ان احنا ننتظر الى ان هو كمان الحل ياتي من عند ربنا دون تدخل مننا ولو بالدعاء والطلب الامر هنا متجاوز الدرجه دي من, من يعني عايز اقول من التراخي احنا محتاجين نقرر رغم حاله الوهن التي نبدو عليها عربا الوهن ورغم حاله التراجع والوهن والتقاتل والتناحر يلزم ان يوجد مجموعه من العقول والعقلاء اللي هي ما زالت مقتنعه بانها جزء من هويه هذا المكان ليس بالضرورة أنها مسؤولة فيه لكن هي مسؤوليتها هي هويتها هويتها ترتب عليها مسؤولية بمناسبة الهوية برضو دكتور مصطفى حضرتك بتقول أنه يعني أنه العالم لم يعد يقبل ثنائيات العداوة المطلقة الثنائية اللي فيها يعني ثنائيات الخير والشر العداوة والصداقة الى اي حد ده ينطبق على الواقع العربي بتقول انه في وسط التراخي والتراجع والتراحم لازم ناس تطرح وتقول ويبقى و... و... عندها مبادره ففي هناك من طرح وبادر ب مثلا تطبيع ذهاب الى اسرائيل اقامه علاقات انه قضيه فلسطين اعاده يعني تعريف لها يعني طيب في السياق ده وتحت عنوان انه العالم لا يعترف بثنائيات مطلقه كما كان ماضيا اشتراكيه وراسماليه ليه احنا مصرين على ثوابت بدت وكانها يعني فقدت معناها؟ ما هو في الحقيقه احنا محتاجين نقرر ان يعني ما فيش حاجه اسمها نصف عدميه ولا نصف رشد ولا نصف عقل يعني م. هو في الاخر يا اما نكون قابلين بفكره ان احنا لا توجد ثنائيات في المطلق يعني او زي نقول حديه او في التعامل مع كل اطراف حولنا وبالتالي هذا الامر ينطبق على الكل ولكن سيبقى في الاول وفي الاخر هناك تعريف للمصلحه تعريف المصلحه العليا والوطنيه وتعريف للعداوه وتعريف للصداقه وتعريف لمن يعمل لمصلحه هذا الوطن ومن يعمل ضده هذه الامور لا تختلف ولا يعني لا تتاكل ولا تسقط بالتقادم هو المهم ان احنا لما يدار الامور بين اطراف كثيره موجوده حولنا في العالم علينا أن نعرف انه يوجد امور قد تصل مثلا للمهادنه قد تصل الى نوع من انواع القبول يعني بسلام بارد او قبول بسلام يعني يحرك الامور على حسن مع اطراف ليست بالضروره اه بالظبط ليست بالضروره هي الاطراف التي نحتاجها خاصه ان احنا في عندنا وده يعني ممكن يكون مستغرب عندنا في العالم العربي ان احنا ونحن ننكر العروبه زي ما اتفقنا وان ندعي اننا ننكرها لاسباب موضوعيه جدا نذهب الى اقصى الطرف الاخر بانه يوجد نوع من انواع الحداثه في التعامل مع دوله نحن نشأنا ونعرف بالقانون الدولي وبالعرف الدولي وبالعرف الاخلاقي انها دوله محتله على الاقل. بغض النظر بقى ان احنا يعني اه يا حضرتك لنا ليه غيرنا اللي تعرفنا وما غيرناش تعريفهم؟ يعني بالظبط يعني ليه قبلنا تعريفنا وابقينا على تعريفهم؟ اه بالظبط ليه ليه يقودني الى سؤال اخير دكتور مصطفى وانت بتفرق لنا بين دايره صناعه القرار ودايره اتخاذ القرار، ايه الفرق بين صناعه القرار واتخاذ القرار في واقعنا الدولي العالمي الانساني المحلي ال الفرق بين اتخاذ القرار و... و... وصناعه القرار هو الامر اللي انا اتكلمت عليه في كتاب كامل وما يسمى الفرق ما بين ال... السلطه والحكم وانا هقولها بالانجليزي للتعريف الادق يعني حاجه يعني ما يسمى الباور او الاثوريتي وحاجه اسمها الجفرنس الحوكمه او الحكم صناعه القرار امر اوسع من اتخاذ القرار، اتخاذ مم. القرار هي سلطه وشرعيه توكل الى شخص او مؤسسه او مجموعه تعطى شرعيه اتخاذ القرار وانفاذه، ولكن صناعه القرار موضوع اوسع واكبر واشمل ويصل الى تقريبا قاعده المجتمع باكمله، يعني في الحقيقه تدرب مجتمعات باكملها على ان تكون شريكه في صناعه القرار. يعني لما نتحدث عن ديمقراطيات او نتحدث عن حوكمه رشيده زي ما بنسمع التعبير ده كتير الامر هنا يعتمد على كيف توجد اليات لبناء القرار تعتمد على اولا توجه واضح له ملامح اطروحه زي ما اتفقنا لها لها ملامح واضحه ولها اسباب ولها وجاهه ولها دلالات مرتبطه بهويه المكان ومستقبله ولماذا يختار هذا المسار دون غيره ده ده الاساس اللي بيبقى على اساسه بيصنع القرار وبعدين اليات تستخدم فيها او يستدعى فيها ما يسمى الذكاء الجمعي للمجتمع الذكاء الجمعي للمجتمع يلزم ان يستدعى الابداع يا استاذ ابراهيم ابداع جمعي لن يكون هناك ابداع فردي يعني اي عمل كبير بحجم مجتمع بيحتاج ان يستدعى اليه كل القادرين على ان يكونوا طرفا في بناء رؤيه او جزء من رؤيه في النهايه هذا الامر يصبح قاعده لان يصنع على اساسها قرار يتخذ قرار في اتجاه ما وهنا يصبح هذه يعني شرعيه انفاذ القرار او اتخاذ القرار او الاثاره او السلطه او أشكرك جدا دكتور مصطفى حجازي اشكرك للغايه على هذا الحوار ونتمنى ان يتجدد اللقاء دائما للاستناره ولتحليل ما يدور في حياتنا وما يدور فوقنا وحولنا اشكر دكتور مصطفى حجازي مره بيجي. اخرى واشكركم والتقي بكم باذن الله الاربعاء القادم اما غدا فيلتقي بكم نجم الاعلام نجمه القاهره والناس استاذ خيري رمضان استاذه كريمه عوض أما لقائي معكم في الأربعاء القادم بإذن الله